السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم مع فيديو جديد وحلقه جديده. طبعا اليوم انا ساحب على القناه 5 ايام. اول مره اعمل هذا الشيء، بس يعني اليوم رجعت بفيديو راح اتكلم فيه عن موضوع مهم جدا للقناه وبالنسبه لي وبالنسبه لكم وبالنسبه لكل شيء. اليوم قررت اني راح اسحب على القناة شوية، يعني شوية حلوين، وهرجع لها قريب جدا بسلاسل خرافية وحاجات جامدة جدا. بسبب يعني انا هسحب بسبب المرض، علشان يا جماعة كورونا وكده واوميكرون حاجات ب12 ب13 يعني عرفتونا بالفيروسات الجامدة ديت. يا نهار اسود ديت. اوكي، اليوم هتكلم عن الموضوع اللي هو اني هسحب على القناة. ادعوا لي يا جماعة بالشفاء، انا طبعا منحوف ومسعول وكل حاجة. ادعوا لي بالشفاء يا جماعة ان شاء الله، وخليكم مع المقطع الجاي بعد 2 او 3 مع الشاورما البطيخ. وهرجع بسلسلة جامدة جدا بتاعت لعبة جامدة جدا ان شاء الله. يعني انا مش هسحب دلوقتي، يعني مش دلوقتي، هنزل فيديو قريب جدا وبعديها هسحب، عشان يا جماعة مش هخليكم يعني بلا اي فيديو كده الدلع كده. فانا هقررت اني هعمل فيديو قريب جدا، ممكن ساعة او ساعتين او شهر او شهرين. وخليكم مع المقطع الجاي. مع السلامة.